واعلم أن سمع الله وبصره لا نظير له فيه، وهذا لا يختص السمع والبصر، بل كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فالله ليس له فيه نظير. هذه قضية ينبغي أن يستحضر الإنسان في كل ما يسمعه أو يقرأه أو يعلمه من أسماء الله وصفاته. الله عز وجل ليس له مثيل ولا له نظير. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، لا في سمعه ولا في بصره ولا في سائر ما يوصف به جل في علاه من القدرة والقوة والعلم وسائر الأسماء والصفات التي جاء الخبر عنها في كتاب الله وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخبره.